بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور، اسمحوا بداية لي أن أختزل كل الألقاب التي يمكن أن تقال في هذا المقام، لأناديكم جميعاً بأعز الألقاب وأصدقها. ترجمة الحقيقة ما يربط المواطن الإماراتي بأخيه المصري وما يجسد جوهر العلاقة بينهما. اسمحوا لي أن أخاطبكم جميعاً مصريين وإماراتيين في هذا اليوم المميز، لأقول إخواني وأشقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه هي أصل الحكاية، بدايتها وتفاصيلها، حاضرها ومستقبلها، علاقة الأخوة الراسخة التي جمعت بين بلدين فكان كالبلد الواحد، علاقة الأخوة التي نشأت بين قادة بلدينا، بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فكان خير معين للآخر وخير سندا له، علاقة الأخوة التي عززت المحبة بين الشعبين يندر أن تجد لها مثيلاً أو شبيهاً في العلاقات بين مختلف الشعوب، علاقة الأخوة التي طورت تعاوناً شاملاً واستثنائياً في كافة المجالات. لعل هذه المقدمة السريعة تجيب على ما قد يتبادر إلى ذهن السؤال حول طبيعة مناسبتنا التي نحتفي بها الآن. لماذا مصر؟ لماذا الإمارات؟ لماذا كل هذا الاحتفاء بعلاقات مضى على تأسيسها 50 عاماً؟ وفي العلاقات الدولية نماذج العلاقات امتدت لفترات مماثلة أو تزيد. الأخوة الأكارم، لقد احتفلنا منذ أقل من عام بالذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات، وها نحن اليوم نحتفي معكم بالذكرى 50 لتأسيس العلاقات الرسمية مع مصر. ما يجمع الحدثين بالنسبة لنا أن كل منهما يمثل بداية تاريخية فاصلة وحاسمة. كانت مصر العروبة وستبقى هي البوصلة والمقصد، هي المظلة الجامعة والقلب النابض لكل العرب جميعاً ولأبناء الإمارات بصفة خاصة. مصر هي السند، هي الأصالة والتاريخ، هي الحاضر الذي يستوعب عملنا المشترك لتحقيق التنمية، وهي الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق، هي الشقيقة الكبرى، هي أرض الكنانة. من منا لم يكن قلبه معلقاً بمصر وتاريخها، ماضيها وحاضرها؟ مصر أقدم حضارة بشرية عرفها التاريخ، مصر الفسطاط، مصر الأزهر، مصر التي تبني وتشيد، تعمر وتنير وتنير وتزرع. مصر التاريخ، مصر الشامخة كالأهرامات، المعطاءة كنيلها، الثرية بإمكاناتها ومواهب أبنائها. مصر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، مصر كوكب الشرق وعبد الوهاب وحليم، مصر مجدي يعقوب وأحمد زويل، مصر القاهرة بتنوعاتها، الإسكندرية بشواطئها، سيناء بفيروزها، الصعيد والدلتا بأهلها. مصر العاصمة الإدارية بمستقبلها الواعد، مصر أنتم ونحن جميعا مصريون الهوى والتكوين والانتماء، فمصر وطن العروبة. فمصر وطن العروبة ومهد الحضارة. نعم، كل إماراتي مصري الهوى، فمن منا لم يبحر في حارات نجيب ويعيش تفاصيل قصص إدريس والحان درويش وأفلام شاهين. لقد كانت مصر معنا من البداية، ومنذ التأسيس دعمت مصر بشكل مطلق قيام دولة الإمارات على المستويين الدولي والإقليمي، وأحاطت تجربة الإمارات الوحدوية ومددتها بالطاقات والإمكانات والكوادر البشرية المؤهلة التي كان لها أكبر الأثر في إرساء دعائم وأسس ومنطلقات التنمية في الإمارات. مصر
مصر هي وصية زايد الوالد المؤسس الذي أوصانا بها خيراً حينما قال: نهضة مصر نهضة العرب كلهم. أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، وهذه وصيتي أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب. نحن هنا على درب والدنا زايد، متمسكون بوصيته. وسار المقفور له الشيخ خليفة بن زايد على نهج الشيخ زايد طيب الله ثراهم، وهو ذات النهج الذي نلتزمه ونؤمن به جميعاً في الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. الأخوة والأخوات، إذا تتبعنا مسار العلاقة بين قادة البلدين في مختلف المراحل، سنجدها نموذجاً للعلاقات بين قادة الدول الشقيقة والصديقة. دائماً ما كانت تلك العلاقات المتميزة لصالح أبناء البلدين ولصالح الوطن العربي ولصالح خير ونماء واستقرار المنطقة، بل أيضاً لخير ونماء البشرية والعالم بأكمله. مصر هي مركز الثقل وميزان استقرار المنطقة وأمنها، ودولة الإمارات منذ تأسيسها تدعم إقامة علاقات دولية أساسها العدل والسلم الدوليين، وتعاوننا يصب لصالح ترسيخ تلك القيم والمبادئ المشتركة التي تربط بين البلدين إقليمياً وعالمياً. وفي مؤسساتنا التعليمية أو الاجتماعية أو الطبية أو غيرها، سواء كانت حكومية أو خاصة، ستجد الوجه المصري حاضراً مساهماً في البناء والتنمية والإنجاز. ولو استرجعنا مواقف التاريخ سنجد الكثير من الشواهد والحقائق التي تؤكد ذلك. فابتسامة الشيخ زايد وفرحة المصريين ومحبتهم له تختزل الحب الحقيقي بين الشعبين، والروح الحقيقية للإمارات ومصر تظهر عندما بعث الشيخ زايد بنجله وولي العهد الشيخ خليفة إلى الجبهة في مصر. والعلاقات الأخوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي علاقة بين قائدين يتطلعان للمستقبل ويبنيان أسس تنهض بالأمة العربية، قائدين يرون أن استقرار وأمن المنطقة لا يتحققان إلا بالتعاون. الإخوة والأخوات، كل إنجاز مصري هو إنجاز يفخر به المواطن الإماراتي، وكل إنجاز إماراتي هو إنجاز يفخر به المواطن المصري، وهو ما ينطبق أيضاً على التحديات التي لا تزيد علاقة الأخوة إلا متانة وقوة وصلابة. فالوقوف بجانب الأشقاء المصريين لم يكن واجباً فقط، بل كان موقفاً ثابتاً نابعاً من قناعة وإرادة وقيم راسخة عبرت عنها مقولة الشيخ زايد الخالدة بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. الموقف الإماراتي لم يتغير عبر التاريخ، وبعد نحو 50 عاماً نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يؤكد على نفس المعنى، فالإمارات دائماً مع مصر في ذات الموقف، حيث يقول سموه: مصر دولة عربية رئيسة وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، ونعد أمن مصر من أمن الإمارات، وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب. وتختصر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، فمصر كما قال سموه معبرا عن كل الإماراتيين هي وطن ثان لنا، كما أن الإمارات وطن ثان للمصريين، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. لذلك فإن وقوفنا مع مصر هو حب في شعبها وواجب في حقها. ما يترجم تلك المحبة هو الآلاف ممن يحملون اسم زايد في مصر، وما تجملت به المدن والطرق والمؤسسات والمنجزات العديدة التي حملت اسم الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد في مصر. الأخوة والأخوات، في مناسبتنا التي نحتفي بها تشاركنا شخصيات أسهمت وعكست جهودها ملامح من خصوصية العلاقة بين البلدين،
على مدار عقود، هم نموذج لآلاف بالملايين من أبناء الشعبين يعملون يومياً في دوائر من المحبة والعمل المشترك، فشكراً لكم جميعاً. وأخيراً أرجو أن أكون قد أجبت على من يتساءل لماذا مصر؟ لماذا الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية بين مصر والإمارات؟ كلنا ثقة ويقين على أن القادم في مسيرة أخوتنا وعملنا المشترك أفضل وأجمل. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لبلدينا، ودامت مصر والإمارات في عزة وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.